اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشره الاخباريه من قناه الغد المشرق. نبداها بالعناوين. إدانات عربية ودولية لاستهداف ميليشيات الحوثي ميناء قنا بشبوة، والحكومة تطالب بتصنيفها منظمة إرهابية. الفرق الهندسية لألوية العمالقة تتلف مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة. شركة واي للاتصالات تدشن الانطلاق التجريبي لخدمة الجيل الرابع في محافظة عدن. قالت مصادر إعلامية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت جريمة جديدة بحق المدنيين العزل، وذلك باستهدافها تجمعا للمدنيين بمنطقة إقداش شمال كرش بلحج بقصف صاروخي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال. وأفادت المصادر بأن وحدات القوات الجنوبية المرابطة بجبهة حمالة ممثلة باللواء الخامس دعم وإسناد ردت على تلك المجزرة بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقعا وثكنات الميليشيات الحوثية، محققة إصابات دقيقة ألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات. حذرت الحكومة من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني، وذلك بعد استهداف الميليشيات الحوثية لميناء قنا في شبوة، فيما توالت الإدانات العربية والدولية لهذا العمل الإرهابي الحوثي. عقب تبني الميليشيات الحوثية الهجوم المسير الذي استهدف ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة، حملت الحكومة ميليشيات الحوثي تداعيات هذه التصعيدات الخطيرة على الوضع الإنساني والاقتصادي للبلاد. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان بأن الهجوم الإرهابي للميليشيات بالطائرات المسيرة على الميناء يعكس الوجه العدواني لها، في مخالفة واضحة لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني الاقتصادية. وطالبت الحكومة كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف الميليشيات الحوثية المارقة كمنظمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها، وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم. إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين استهداف المنشآت المدنية والحيوية من قبل الميليشيات الحوثية، كما وجددت المملكة موقفها الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار البلاد ويرفع من معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته. وعلى الصعيد الدولي، أدان سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية لاستهداف ناقلة النفط الراسية في ميناء قنا التجاري. وأكد السفراء في بيان مشترك أن ميليشيات الحوثي أظهرت مرة أخرى فشلها البائس في منح اليمنيين الأولوية من خلال قيامهم باعتداء آخر على خطوط الشاحن الدولية والتدفق السلس للسلع الأساسية، مجددين دعوة الدول الثلاث للميليشيات الحوثية لوقف الهجمات فورا واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي والتعاون الكامل مع الجهود الأممية الرامية لتثبيت السلام والاستقرار طويل الأمد لليمنيين كافة. هذا ودان الاتحاد الأوروبي وبعثاته الدبلوماسية هجوم الميليشيات على ميناء قنا، واصفا الهجمات الحوثية المتكررة على الملاحة الدولية بأنها إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار. وفي بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدى اليمن، أدان بشدة هجوم الحوثيين على الميناء، وأضاف بأن مجلس الأمن الدولي الذي يجسد المجتمع الدولي في قضايا السلم والأمن اعتبر الهجوم السابق في 21 من أكتوبر على ميناء الضب النفطي بأنه هجوم إرهابي. ويأتي الهجوم على ميناء قنا في شبوة بعد نحو 3 أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيم النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضب النفطي في محافظة حضرموت بعد أن أفشلت الميليشيات كافة الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة في البلاد للمرة الثالثة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة العميد ثابت حسين صالح، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العميد في هذه النشرة. في البداية، ما مدى تأثير تحذير الحكومة من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة في ظل تصاعد هجمات الميليشيات الحوثية على مصادر الطاقة على أرض الواقع؟ بسم الله وأسعد الله أوقاتكم. أنا في تقديري الشخصي أن التحذيرات والبيانات والتغريدات لا تكفي ولا تحرر وطن ولا تحرر أرضا. ينبغي التعامل مع الحوثيين بحزم وبرد فعل أقوى من أفعالهم، خصوصا وأن الحوثيين قد برهنوا خلال السنوات الماضية أنهم لا يأبهون بالوضع الإنساني ولا بالوضع المعيشي، بقدر ما يهمهم تسجيل حضور إرهابي إجرامي، وخاصة باستهداف المنشآت النفطية والمصالح المدنية في الجنوب على وجه التحديد. يعني كما أسلفتم في التقرير، هناك العديد من الهجمات الإرهابية ضد موانئ ومنشآت نفطية. هناك اليوم كان استهداف لمدنيين في كرش محافظة لحج وغيرها، وسلسلة طويلة من الإجرام، ناهيك عن ضبط سفينة مخدرات في إيرانية في ميناء سقطرى حديبو، مما يدل على أن الحوثيين بصفتهم ذراع إيران لا يصدرون إلى اليمن وإلى الجنوب على وجه التحديد إلا المفخخات والمسيرات والمفجرات والمخدرات كذلك كعنصر أيضا تشتهر فيه إيران. يعني خلاصة الأمر، المطلوب من الحكومة ومن مجلس القيادة الرئاسي الانتقال إلى الأفعال الملموسة التي تجبر الحوثيين على التوقف عن مثل هذه الهجمات، ناهيك عن تجبرهم على تمديد الهدنة والسير في طريق حل سياسي نهائي شامل وكامل. طيب سيادة العميد، سنعرج على مسألة الحكومة. أيضا الحكومة هنا تطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي عقب استهدافها لمصادر الطاقة منظمة إرهابية. إلى أي حد سيلبي المجتمع الدولي مطلب الحكومة، وما هي الأوراق التي يمتلكها المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي وتلبية هذا الطلب من قبل الحكومة؟ بالنسبة للمجتمع الدولي، هو يمتلك العديد من الأوراق والعديد من الأوراق الضغط القوية التي يستطيع استخدامها إن أراد ضد الحوثيين، لكن يبدو لي حقيقة، وأنا أقول هذا بصورة تشاؤمية، أن المجتمع الدولي لا يمارس ضغوطا حقيقية جادة على الحوثيين. يعني على سبيل المثال، كان من أضعف الإيمان أن يتبنى المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي بما فيها الدول الثلاث التي أصدرت البيان المشترك، أن يتبنوا اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، تصنيفهم وفقا لقرار مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لقرار لمشروع قرار لو تتذكر قدمته الإمارات في أثناء رئاستها لمجلس الأمن الدولي، وبالتالي التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية. هذا هو الذي سيلجم الحوثيين وسيجبرهم على أن يتوقفوا عن هجماتهم الإرهابية. طيب سيدة العميد، ننتقل إلى عسكريا، كيف يمكن وقف استراتيجية الطائرات المسيرة الإيرانية للميليشيات الحوثية، ولماذا لا نرى ردا مماثلا من قبل الحكومة؟ بالفعل الحوثيون يتفوقون على يعني على القوى المناهضة لهم، وخاصة في الجنوب يتفوقون بوجود طيران المسير، وكما معروف طيران إيراني يعني وليس طيران حوثي، زائد الصواريخ الباليستية المجنحة وغيرها من أنواع الصواريخ التي استهدفت وقتلت العديد من قادة الجنوب ومنشآت النفطية. نتذكر مثلا الهجوم على مطار عدن الدولي، يعني لو لاحظت معظم الهجمات الحوثية كانت تستهدف قادة جنوبيين أو مصالح مدنية، مصالح حيوية خاصة بالجنوب على وجه الخصوص. لهذا أنا أعتقد أن هذا الأمر يقتضي من التحالف العربي أن يدعم القوات المدافعة، القوات الجنوبية على وجه التحديد أن يدعمها،
أولا بوسائل الدفاع الجوي الحديثة والمرنة والفعالة القادرة على التعامل مع الطيران المسير الحوثي أو الصواريخ البالستية. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا اقتضى الأمر أن يدعمهم أيضا بنفس السلاح، طيران مسير بطيران مسير، وهذا حق مشروع. أي هجوم على المدافع من حق المدافع أن يرد الهجوم بأعنف منه. طيب سيدة العميد، متى سنرى ردا قويا وهجوما على ميليشيات الحوثي؟ في جانب كبير من الموضوع متعلق بالقرار السياسي، متعلق بالإرادة السياسية وإرادة القتال. طبعا احنا نتحدث بدرجة رئيسية عن مثلا عن القوات الجيش الوطني، أما بالنسبة للقوات الجنوبية فإرادتها السياسية وإرادة وعقيدة القتال لديها تعانق السماء، ولكنها تنقصها أيضا بعض الإمكانيات وبعض الدعم الذي يجب أن تحظى به من قبل دول التحالف العربي لمواجهة هجمات الحوثيين. نعم، كان معنا مباشرة من القاهرة العميد ثابت حسين صالح الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. أتلفت الفرق الهندسية في لواء المهام التابع لألوية العمالقة الجنوبية بالتنسيق مع فريق برنامج مسام السعودي لنزع الألغام مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة، وبلغت كمية الألغام التي أتلفتها الفرق الهندسية 465 لغما بعد أن نزعتها من مناطق متفرقة بمديرية بيحان بمحافظة شبوة وحريب بمحافظة مأرب، حيث كانت الميليشيات قد زرعت تلك الألغام في المزارع والطرقات قبل طردها منها. قالت السلطات الأمنية في محافظة المهرة إنها ضبطت في عملية مشتركة مع القوات البحرية في محافظة سوقطرة والقوات البحرية الأمريكية سفينة إيرانية محملة بمواد مخدرة. وأشارت السلطات إلى أن إدارة البحث الجنائي في المهرة تسلمت ثلاثة بحارة يمنيين أنقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في أرض البحر، وبعد التحقيقات أقروا بمعلومات عن وجود سفينة تحمل مواد مخدرة. وأضافت أن الأجهزة الأمنية بالمهرة أبلغت قوات البحرية السقطرية بمعلومات عن السفينة وتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزارة المالية بالإسراع في تفعيل عمل اللجنة الفنية للموازنات للعام المقبل. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في عدن مع قيادة وزارة المالية حرص الحكومة على إنجاز إعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي للعام 2023 في موعدها المحدد بعد صدور قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة. دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رسميا إطلاق البث التجريبي لتشغيل شبكة شركة واي للاتصالات للهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع. المزيد في هذا التقرير. بمؤتمر صحفي أعلنت شركة واي للاتصالات تدشين العمل بخدمة منظومة الاتصالات من سنترالاتها الجديدة بالعاصمة عدن وبتقنية الفورجي وبنظام GSM. لدينا الكثير من الاستثمارات في هذا الجانب، ولدينا طلبات عديدة فيما يتعلق بتقديم خدمات الجيل الرابع والجيل الخامس خلال الفترة القادمة، وهناك فريق عمل لوزارة الاتصالات يقوم بهذه الإجراءات حاليا، كما أن هناك شركات قائمة في عدن طلبت الجيل الرابع خدمة الجيل الرابع الترخيص، وتعمل الوزارة مع فريق من الحكومة اليمنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. الشركة أعلنت عن إطلاق الخدمة كمرحلة أولى على نطاق العاصمة عدن، عدن التي باتت محل جذب لحركة الاستثمار والمستثمرين، وهي خطوة ستعزز من نظام أمن الاتصالات في المناطق المحررة بعيدا عن سيطرة وسطوة الميليشيات الحوثية. دشنا انطلاقة التشغيل التجريبي لشبكة واي للاتصالات للهاتف النقال GSM وبتقنية الفور جي،
نحن بدأنا هذه التجربة من العاصمة الحبيبة عدن، نتأمل أن نغطي العاصمة وكل مديرياتها بالتجربة التجريبية اللي أشرت إليها هذه. سنقوم بقياس الكفاءة والأداء للشبكة التغطية، سيتزامن مع هذا الحدث توزيع عدد من الشرائح كتجربة اختبارية يتم على ضوها التقييم. تدشين شركات واي في محافظة عدن مبدئيا، وإن شاء الله هذا الصرح العملاق شركة واي سوف يتم تدشينه في جميع المناطق المحررة. الخطة المبدئية هي محافظة عدن، وسوف نوفر للمواطن احتياجات، لأن الشركة الآن على صدد الفورجي، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني خدمة خاصة للمواطنين جميعا. وبإعلان الشركة تدشين الخدمة وبمركز تحكم من عدن، لن يمكن ذلك من استمرار سيطرة الحوثيين على الاتصالات والتجسس على المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى رفض خزينة الدولة بالموارد المالية. لقناة الغد المشرق، عبد الله الكثيري، عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بدء تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاع الطرق والجسور بساحل حضرموت. أهلا بكم جديد. تشهد مدن ساحل حضرموت تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطرق والجسور، إذ تشهد المكلا تنفيذ مشروعات تشمل ردم الحفر في الشوارع وإعادة تأهيل الطبقة الإسفلتية. عجلة التنبية وتحسين المدن بساحل حضرموت بدأت بالدوران وبوتيرة عالية. هنا في شوارع المكلا باشرت السلطات المحلية في تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين البنية التحتية وفي مقدمتها الطرقات. نحو 70% ما تم إنجازه حتى الآن من مشاريع الترميم السطحي الإسفلتي للشوارع الرئيسية في المدينة. بدأ العمل من سوق الصيد مرورا إلى معهد باشريف، مرورا بالهايبر والعوذة، وكذلك أسفل الجسر الصيني إلى ملعب بارادن. هذا المشروع الأول، وهو الترميم السطح الإسفلتي لمدينة المكلا. المشروع الآخر وهو إعادة وصيانة تأهيل شارع 60 من جولة شبام إلى منصة العروض. وكذلك سعينا مع الأخ وزير الأشغال العامة والطرق، ليس عبر المؤسسة إنما تكليف جهة خارجية، وهو مشروع يعتبر حلم كل حضرمي أو حلم كل سائق قاطرة بالذات، وهو المشروع الدائري. 1,300,000,000 ريال هي كلفة المشروع الثاني، والذي يشتمل على صيانة وتأهيل شارع 60 بشقيه الجبلي والبحري. هذه المشاريع لاقت ارتياحا في أوساط الشارع الحضرمي. المواطنون هنا عبروا عن فرحتهم بإصلاح الشوارع بعد معاناتهم لسنوات. والله الشارع الآن تمام، يعني الشارع الآن تنظم، وكان كله مطبات وحفر ويعلق عملية السير بالنسبة الآن أفضل بكثير. يعني الخطوط كانت قبل خربانة وتعبانة جدا، وكنا دائما في ورش وصلاح سيارات ودائما خرابات الحفر والآن ما شاء الله ضبطوا الخطوط والأفضل من أول، ونشكر المحافظ مبخوت بالماضي، ألف شكر. هذا شيء طيب ورايع للبلاد إن شاء الله، ونتمنى المزيد والمزيد. وأيضا الطرقات الداخلية يعني نأمل إن شاء الله مساعدة المحافظ أن يلتفت عليها إن شاء الله، ونحن شاكرينه كل الشكر. إضافة لهذه المشاريع المنجزة، تتأهب السلطات المحلية بحضرموت لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. تشمل هذه المشاريع الشوارع الداخلية للمكلا والشوارع العامة في مديريتي الشحر وغيلبة وزير وباقي مديريات الساحل الحضرمي. عيدروس الخليفي، لقناة الغد المشرق.
شهدت مدينة سيئون على خشبة مسرح قصر سيئون حفلا فنيا موسيقيا جماعيا تحت عنوان الموسيقى تعود. الحفل أتى تتويجا لـ30 شابا قضوا 4 أشهر في التدريب على آلات العزف بشكل جماعي ليقدموا مقطوعات عربية وعالمية قديمة ومعاصرة نالت استحسان الحضور. يعزفون بفرح مندمجون مع النغم مستمتعون. مقطوعات موسيقية تبعث الروح من جديد. يقول هؤلاء العازفون: هذه ليلتي وحلم حياتي. في حفل فني جاء تتويجا كحصيل تدريب وتأهيل 4 أشهر، 30 شابا ولدوا ليزفوا بأصوات آلاتهم الحياة ويعلنوا شفاء أوجاعهم بعودة الموسيقى. لأنه تعرف توقفت ما يقارب 28 سنة الدراسة الموسيقية، لكن حاولنا أن احنا نحيها، والآن يدعمون هذا المجال مؤسسة حضرموت للثقافة مع مبادرة ميمز. وجوههم ضاحكة مستبشرة لم نرى نورها منذ سنوات، في لحظة غفل عنها الزمن لم يتسلل إليها أي حزن، بل تبللت فيها مسامعنا بعبير الكمنجة وشذ القانون وباقة العود والناي والأورج. مقطوعات عربية وعالمية قديمة ومعاصرة احتضنها مسرح قصر سيئون بعبق تاريخي لنسافر معها إلى كل أصقاع الدنيا. حقيقة يعني شباب موسيقي واعد، ونتمنى لهم مستقبل رائع، ونتمنى اهتمام يوجه اليهم من الدولة. في اليوم الموسيقى عادت في سيئون حيث كانت تنتمي دائما بابداع 30 شاب من ابناء سيئون في هذه الثمان المقطوعات نقدر نقول الرائعة والنوعية بتوزيعات مختلفة. ان شاء الله نتمنى انه اذا كان في هناك معهد يطور العازفين ويدخل العازفين جدد، فحتى نحن يعني كفنانين بنستفيد منهم كثير صراحة. جيل عازف جديد حوله الظلام، وحده من يشع إبهارا. لن نبالغ إذا قلنا أنهم يتنهدون نغمة ويرتلون حبا جماعيا يتمايل معه الحضور. فكاميرا الغد المشرق جلست بين الحضور مثل الحضور تتذوق فنا انحسر بريقه بعد أن تعالت عليه أصوات الرصاص وآلات القتل. أنا نفسي والحضور لم نتوقع أن يحدث كل هذا في أرض دمها لم يجف وجرحها لم يلتئم، أرض ترجو السلام ولو على شكل هدنة. هؤلاء الشباب الصاعدون يحاولون بعزف هذه المقطوعات عودة الليالي الملاح لمدينة سيئون إحياء لليالي الجميلة. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. خففت الصين من إجراءات مكافحة كوفيد-19 مع خفض مدة الحجر الصحي للوافدين من 10 أيام إلى 8، وإلغاء الإغلاق المفاجئ لمسارات الطيران أمام بعض الرحلات الجوية. وفي إشارة إضافية إلى التخفيف، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنها ألغت شرط تحديد وعزل المخالطين الثانويين للمصابين. وكانت الصين اعتمدت سياسة صفر كوفيد التي تتضمن إغلاق أحياء أو مدن بكاملها بمجرد ظهور إصابات. نهاية النشرة، إلى العناوين. إدانات عربية ودولية لاستهداف ميليشيات الحوثي ميناء قنا بشبوة، والحكومة تطالب بتصنيفها منظمة إرهابية. الفرق الهندسية لألوية العمالقة تتلف مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة. وشركة واي للاتصالات تدشن الانطلاق التجريبي لخدمة 4G في محافظة عدن.
لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية.com وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.